نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 22 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو وممثلي بنك البحرين الوطني الراعي الرسمي للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس بنك البحرين الوطني، حيث قام السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني والسيد عبد العزيز الأحمد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية وممثلو البنك بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وكأس الشوط الثاني إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر، وكأس الشوط الثالث إلى المالك الفائز فراس سامي هاشم، وكأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز حبيب الجبوري، وكأس الشوط السابع إلى مساعد المضمر الفائز بول سميث، وكأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. هذا وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.